بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على بالله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا السابع والله تعالى السمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: مسألة أحكام وأعمال يوم النحر. أولا، فإذا أسفروا جدا، هذا وقفنا عليه، وقفنا على أظن النحر، النحر فإذا النحر على النحر النحر, النحر. هذا الموقف قبل هذا، نعم، معروف. أيوة. رابعا، ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. هذا يوم أعمال يوم النحر. أعمال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم طواف الإفاضة، ثم السعي. هذه أعمال يوم النحر، رتبها الأفضل رتبها: أولا يرمي جمرة العقبة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف ويسعى طوسا. هذه أعمال وظائف يوم النحر. ولهذا يوم العيد هو يوم الحج الأكبر، لأن فيه معظم أعمال الحج، فيه الرمي، فيه النحر، فيه الحلق، فيه الذبح، فيه الطواف، فيه السعي. والسنة أن يرتبها هكذا: أن يرمي ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصر، ثم يطوف ويسعى. يرتب هكذا، وترتيبها مستحب عند جمع العلم. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب عند الأحناف، يجب ترتيبها، وإذا خلى بالترتيب عليه دم عند الأحناف. والصواب أنه لا يجب عليه الدم، لكن الأفضل أن يرتبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. وينحر هديه، والسنة نحر الهدي الإبل قائمة معقولة إليه الأسرى، قائمة على ثلاث. وأما البقر والغنم فإنه ينحرها، يذبحها على جنبها الأيسر. وأما الإبل فالسنة يذبحها وهي قائمة، يضربها في الوهدة التي بين في الحلق الذي بين الحلق والصدر، ثم إذا سقطت يجز عليها هذا، وإن أضجعها فلا بأس وذبحها، لكن هذا خلاف السنة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يذبح ناقة باركة، قال: ابحثها، بعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا نحر يقول: بسم الله اللهم هذا منك ولك، بسم الله والله أكبر كبر، اللهم هذا منك ولك. هذا منك، يعني الله تعالى هو الذي رزق ويسر، ومنك يعني هذا منك، ولك يعني أنها نتقرب بها إليك يا الله، فهو منك لأنك التي رزقتنا إياها وسهلتها ويسرتها، ولك نتقرب بها إليك يا الله. نعم. ويوجهه إلى القبلة. نعم، هذا السنة أن توجه إلى القبلة، مستحب. وإن وجه إلى غير القبلة صح. نعم. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. نعم، قائمة على ثلاث معقولة اليسرى، ينحرها وهي قائمة. نعم، هذا السنة. وإن نحرها وإن ذبح مضجعة باركة فلا بأس، لكن هذا خلاف السنة. نعم. وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر. نعم. ولو ذبح السم النحر حينما تكون قائمة سمى نحر، وحينما تكون باركة سمى ذبح. فالذبح للغنم والبقر لأنها على جنبها على الأرض، وإذا كانت قائمة الإبل سمى نحر. نعم. ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته. نعم.
لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. نعم. ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق. نعم. لقوله يستحب أن يأكل ويهدي ويتصدق، هذا هو السنة يأكل. قال ذكر بعض أهل العلم هي يأكل الثلث هو وأهل بيته، يأكل الثلث ويهدي إلى الصديق الثلث، ويتصدق بالثلث على الفقير، يصدق على الفقراء بالثلث، ويهدي إلى الأصدقاء الثلث، ويأكل أهل بيته الثلث. انت يسر. نعم. لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم. ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم. نعم، أيام الذبح أربعة على الصحيح، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. أيام التشريق الثلاثة كلها أيام ذبح، وأيام وأيام أكل وشرب، كلها لا يجوز صومها، وكلها يذبح فيها. وقال ذهب بعض العلماء إلى أن أيام الذبح ثلاثة، يوم العيد ويومان بعده، حنابلة وغيره، والصواب أنها كلها هي الأيام المعدودة. أذكر الله في أيام معدودات، أيام التشريق كلها أيام ذبح وأكل وشرب ولا تصام. نعم. فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. نعم. خامسا تكون أربعة أيام، تكون أربعة أيام. نعم. خامسا ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره. نعم. هذه الوظيفة الثالثة من وظائف أيام العيد، الوظيفة الأولى رمي الجمرة، جمرة العقبة، والوظيفة الثانية النحر ذبح الهدي، والوظيفة الثالثة حلق الرأس أو تقصيره. نعم. والحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات. نعم. وللمقصرين واحدة. نعم. فدل هذا على أن الحلق أفضل لأنه أبلغ في الامتثال، حلق الرأس بالموس أفضل، وإن قصر فلا بأس. ولما دعا النبي للمحلقين قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله المقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله المقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا رسول الله المقصرين، قالوا المقصرين في المرة الرابعة، فدل على أن الحق أفضل. ولا يكفي تقصير بعض الرأس، بل لا بد من تقصيره كله كالحلق، والمرأة تقصر. نعم. نعم. والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر أملة فأقل. نعم، يعني السنة كما أنه إذا حلق الرأس هذا يعمم الرأس، وكذلك التقصير إذا قصر بالمقص يعمم جميع جهات الرأس، لا يلزم من كل شعرة بعينها، لكن يعمم الجهات من هنا ومن هنا ومن جميع الجهات يقصر. يقول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، كما أن الحلق يعم جميع الشعر فكذلك التقصير لا من شعرة بعينها. وأما المرأة فليس عليها حلق إنما على التقصير، تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة، فإن لم كلها ظفائر جمعت الشعر وأخذت من أطرافه قدر رأس الأصبع، قصر رأس الأصبع. نعم. سادسا وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. نعم، يعني إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، الحاج له تحللان، تحلل الأول تحلل الثاني، التحلل الأول يحل له كل شيء إلا زوجته، والتحلل الثاني تحل له زوجته. متى يتحلل التحلل الأول؟ إذا فعل اثنين من ثلاثة، رمي جمرة العقبة وحلق الرأس الطواف مع السعي. إذا رمى وحلق أو حلق وطاف أو طاف ورمى حل التحلل الأول، وإذا فعل الثلاثة كلها أو الأربعة حل التحلل الثاني. إذا فعل اثنين حل له لبس المخيط، حل له الطيب، أخذ شيء من أظافره، لبس الثوب، وإذا فعل الأربعة حلت له زوجته.
فالتحلل الأول يحل به كل شيء إلا الزوجة، التحلل الثاني تحل به الزوجة. نعم. سابعا، ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول. نعم، بعد الرمي والحلق يسمى هذا التحلل التحلل الأول. ثامنا، ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. نعم، إذا حل التحلل الأول يلبس ثيابه ويتطيب ثم يذهب إلى مكة، لأنه الآن في منى، للطواف بالبيت، يطوف طواف الإفاضة. هذا الأفضل يكون يوم العيد، وإن أخر فلا حرج، الأفضل يوم العيد إذا تيسر. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم، فكانت تطيب في طيبات النبي في الحالة الأولى قبل الإحرام، يتطيب يغتسل، لما اغتسل ويتنظف ويتطيب ثم يحرم. والمرة الثانية والحالة الثانية التي طيبته لما تحلل التحلل الأول، لما رمى وحلق ونحر هدية ثم حلق، طيبته عائشة رضي الله عنها، لأنه حل التحلل الأول وحله لبس الثياب ثم طاف بالبيت. نعم. أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. نعم، يسمى الطواف طواف يوم العيد طواف الإفاضة، يسمى طواف الزيارة، يسمى طواف الصدر، طواف الركن، ركن من أركان الحج لا يصل الحج. بقوله تعالى: أول ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهو المراد في قوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم. تاسعا، ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى لحجه بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه. نعم. ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى لحجه بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه، والسعي الأول لعمرته. نعم، إذا طاف طواف الإفاضة يوم العيد إن كان متمتع يسعى سعي الحج بين الصفا والمروة، ولأن السعي الأول للعمرة، لأن العمرة منفصلة عن الحج. أما إذا كان قارنا أو مفردا فإنه ليس عليه إلا سعي واحد، ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة، فيكون هذا الطواف الإفاضة للحج والعمرة، والسعي إن كان سعى مع طواف القدوم كفاه، وإن لم يكن سعى مع طواف القدوم طافها بعد طواف الإفاضة. نعم. والسعي الأول لعمرته. نعم. ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء. نعم. ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء، يعني لا يكفي الحج والعمرة سعي واحد، بالعمرة لها سعي والحج له سعي بالنسبة للمتمتع. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء إلى أنه يكفي سعي واحد في حجه وعمرته، كما أنه ذهب آخر من العلم إلى أن القارن عليه طوافان وسعيان أيضا، وكل هذا خلاف السنة. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث وفيه فقال: ومن كان معه هدي فليهل بالحج من مع العمرة. إيش؟ ومن كان؟ ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. نعم، هذا القارن، من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة، يعني يبدأ بالحج والعمرة، ولا يحل حتى يحل منهما، لأنه تحله مرتبط بذبح الهدي، وقد ساق الهدي من بلده فلا يتحل حتى يذبح الهدي. نعم. إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. نعم. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا في دل على أن
المتمتع لا بد أن يسعى سعيا آخر للحج ويكون سعيه الأول للعمرة، خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء. الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه ليس عليه إلا سعي واحد، حتى متمتع ما عليه إلا سعي واحد، وهو رواية عن الإمام أحمد. لكن الصواب الذي لديه جمهور العلماء أن المتمتع عليه سعي آخر كما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم، للحج. وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، نعم، تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. نعم. وأما قول من قال طواف يعني طواف بين الصفا والمروة سمى طواف. نعم. وللطواف نعم. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع، بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله وهو قول أكثر أهل العلم. نعم، قول الجمهور، قول الجمهور أن عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي العمرة وطواف وسعي الحج، خلافا لبعض العلماء الذين يقولون أن المتمتع ليس عليه طواف واحد وسعي واحد. نعم. ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. نعم، وهذا واضح في أن المتمتع عليه طواف آخر وسعي آخر غير طواف العمرة وسعي العمرة. نعم، انتهى المقصود منه وهو صريح في سعي المتمتع مرتين والله أعلم. نعم. وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا. نعم، الذين القارنين الذين ساقوا الهدي ليس عليهم إلا طواف واحد. نعم، حتى حلوا من الحج والعمرة، وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة. نعم. وألا يحل حتى يحل منهما جميعا، وألا يحل حتى يحل منهما جميعا. نعم، يحل من حله، أما يحل من أحل يحل، من حل يحل، يعني القارن مع عليه الطواف واحد وسعي واحد ولا يتحلل إلا منهما جميعا، إذا ذبح هدية ورمى وحلق وطاف حل منهما جميعا. نعم. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد. نعم. كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد. نعم. فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. إيش فإذا
فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. نعم، يكون هذا السعي هذا هو سعي الحج بالنسبة للمفرد، وسعي الحج والعمرة بالنسبة للقارن. المهم أن يكون السعي بعد طواف مشروع. طواف عليه سعي واحد، القارن والمفرد عليه سعي واحد، إن أحب أن يأتي ببعض طواف القدوم أو يأتي ببعض طواف الإفاضة أو يأتي ببعض طواف الوداع، سعي واحد مخير، يأتي ببعض طواف مشروع، إما ببعض طواف القدوم أو طواف الإفاضة. فإذا طاف القدوم القارن والمفرد سعى، حصل السعي هذا هو سعي الحج والعمرة يكفي، خلاف المتمتع. المتمتع عليه طواف وسعي العمرة وطواف وسعي الحج، لأن العمرة منفصلة عن الحج. أما القارن عمرته داخلة في الحج ليست منفصلة، فلهذا كفاه طواف واحد وسعي واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. نعم. وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم. نعم. وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. ومما يؤيد هذا الجمع أن حديث عائشة وابن عباس حديثان صحيحان، وظاهر حديث جابر ينفي ذلك. نعم. والمثبت مقدم على النافي. نعم. كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. سمع. فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. نعم. أولا، والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، وثانيا ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم. فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك. يعني قدم الحلق على الرمي أو قدم الطواف على الرمي على الحلق فلا بأس، لكن الأفضل ترتيبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها وقال: خذوا عني مناسككم، رمي ثم ذبح ثم حلق ثم طواف مع السعي. نعم. لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف، لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر. فدخل ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. سأله قال: رمى حلقت قبل أن أرمي؟ قال: حلق ولا حرج، ارمي ولا حرج. قال: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ذبح ولا حرج. وهكذا. نعم. ويدخل في ذلك السعي لحديث شريك: سعيت قبل أن أطوف، قال: اسعى ولا حرج. لكن في الحديث فيه ضعف، ولهذا ذهب الجمهور إلى أنه لا يقدم السعي. نعم. في أي شيء؟ هذا جاء في حديث شريك، هذا جاء في حديث شريك، قال: سعيت قبل أن أطوف، لكن الحديث فيه ضعف. الشيخ يرى أنه حتى في المتمتع يقدمها كما سبق. نعم. فدخل في قول الصحابي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال: لا حرج. أخرجه أبو داود. نعم. هذا الشريك. نعم. ولكن ذهب بعض العلماء ضعفه بعض العلماء. نعم. من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح،
فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق. الشيخ رحمه الله يرى أن الحديث صحيح، فلذلك يجوز تقديم السعي. وبعض العلماء جمهور يرون أنه لا يجوز ويضعفون الحديث فيقول لا يقدم السعي. نعم. مسألة: والأمور التي إذا فعلها الحاج حل من إحرامه. نعم. الأمور التي إذا فعلها الحاج حل من إحرامه. نعم. والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي غمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا. لمن ذكر آنفا. فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك. إذا رمى ثم حلق ثم طاف وسعى حل له كل شيء. نعم. وإذا فعل اثنين من الثلاثة حل التحلل الأول فقط. نعم. ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول. نعم. مسألة: بعض ما جاء في فضل ماء زمزم. أولا: يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه. ثانيا: والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع. ثالثا: وماء زمزم لما شرب له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي نعم، إذا شرب الشفاء بقصد الشفاء يرجع الشفاء، قصد العلم يرجع العلم. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: إنه طعام طعم. زاد أبو داود: وشفاء سقم. نعم. مسألة: في أحكام منى. وأبو ذر رضي الله عنه اكتفى بماء زمزم 15 يوما قبل، لما جاء إلى مكة يسعى النبي صلى الله عليه وسلم، وله قال إنه جلس 30 ما بين يوم وليلة، يعني 15 يوما، وليس له إلا زمزم ما يأكل. يقول حتى سمن وخرجت عكن، سمن وخرجت عكن من الشحم، ولم يأكل إلا ولم يأكل طعاما، إنما اكتفى بشرب زمزم. ولهذا قال إنه طعام طعم وشفاء سقم، وهذا ثابت في صحيح مسلم في قصة أبي ذر حينما جاء قادما إلى مكة يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة في أحكام منى. نعم. أولا: وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى. نعم. وبعد إيش؟ بعد وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى. نعم، يعني إذا رمى الحاج وحلق ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى فإنه يرجع إلى مكة ليبيت بها ليلتين إن تعجل وثلاث ليال إن تأخر، ويرمي الجبار الثلاث في كل يوم بعد الظهر، يومين للمتعجل وثلاث أيام للمتأخر، بعد يوم النحر. نعم. فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها. نعم، إن تأخروا ويومان بليلتين إن تعجلوا. نعم. ويرمون الجمار الثلاثة في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس. نعم، وزوال الشمس هو أذان الظهر، إذا أذن الظهر زالت الشمس. نعم. ثالثا: ويجب الترتيب في رميها. نعم. فيبدأ بالجمرة الأولى. نعم، ويجب الترتيب في رميها. نعم، يعني الجمار الثلاث لا بد يرتب، يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة التي رماها يوم العيد، لا بد بالترتيب، فليس له أن يخل بالترتيب. نعم. فإذا خل بالترتيب يجب عليه أن
صحه ولو بعد في اليوم الثاني او الثالث من التشريق، فان فاتت ايام التشريق ولم يصحح خطاه لزمه دم. نعم. فيبدا بالجمره الاولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات. نعم. يرفع يده عند كل حصاه هكذا، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ما يضعها، لو اخذها وضعها خالف السنه ما يعتبر رمي، ياخذها ويضعها في المرمى في الحوض لا، بينما يرميها يرفع يده الله اكبر الله اكبر الله اكبر، هذا الرمي، يرفع يديه ويرمي، اما ياخذها ويضعها هذا وضع ما يسمى رمي. نعم نعم. يرفع يده عند كل حصاة. نعم. ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها ويكبر. عن يساره، يعني يرفع يده مكبر مع كل حصاة، كل مرة يكبر. نعم. ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره. نعم. ويستقبل القبلة. نعم. يعني لما إذا رمى الجمرة الصغرى يتأخر ويجعلها عن يساره ثم يدعو، وأما الجمرة الوسطى إنه يجعلها عن يمينه ويدعو في دعاء، لا في دعاء ورفع يدين بعد الجمرة الصغرى وبعد الكبرى. لكن أين تكون أين تكون الجمرة؟ إذا الجمرة الأولى تكون عن يساره، والجمرة الصغرى الوسطى تكون عن يمينه، يبتعد حتى لا يصيبه المرمى الحصى ثم يرفع يديه ويدعو. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة بعد الأولى بعد الثانية، طويل هذا. لكن نحن ضعفاء فيستحب المسلم أن يدعو ما يتيسر، ولا حسب ما يتيسر له ولو وقت قصير. نعم نعم. ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء. نعم. ويكثر من الدعاء والتضرع، ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة ويرفع يده فيدعو كثيرا، ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها. نعم. الجمرة الثالثة جمرة العقبة لا يقف بعدها ولا يدعو، ما الحكمة؟ لماذا يدعو بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية ولا يدعو بعد الجمرة العقبة ولا يقف ينصرف؟ بعض العلماء بعضهم قال بعضهم لأن مكان الجمرة العقبة مكان ضيق، كان ملاصق الجبل ولا في مكان للوقوف، والصواب كما ذكر العلماء القيم أنه لما كان الجمرة الأولى كان في صلب في وسط العبادة، وكذلك في الجمرة الصغرى، ولما رمى الجمرة العقبة انتهى، كان يسلم من الصلاة، انتهت العبادة فينصرف، انصرف العبادة لما كان في الجمرة الأولى متلبس بالعبادة، في الجمرة الثانية متلبس بالعبادة، في الجمرة العقبة رمى انتهت العبادة، انتهى عبادة الرمي الآن ينصرف، كأنه سلم من الصلاة، ولما في الجمرة الأولى في الجمرة الثانية كأنه في صلب الصلاة، فلذلك شرع له الدعاء، هكذا حق العلامة ابن القيم رحمه الله. نعم. ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال. نعم. بعد الزوال الرمي كله بعد الزوال في أيام التشريق، والزوال هو أذان الظهر. نعم. كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني يدعو، يرفع يديه ويدعو في اليوم الثاني والثالث. نعم. بعد الأولى وبعد الثانية. نعم. والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج. لا يرخص لأحد أن يسافر اليوم الأول والثاني من أيام التشريق، أما اليوم الثالث رخصة إذا رمى الجمرين الأولين في بعد الزوال، فله أن ينصرف في اليوم الثاني عشر ويطوف للوداع ويسافر. نعم. وكذا المبيت بمنى في الليل. نعم. وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. نعم. المبيت يعني مثل الرمي، المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر واجب،
وأما من ثلاثة الثالث عشر فلا يجب، كما أنه لا يجب الرمي. فإذا رمى الجمرات يوم الثاني عشر بعد الظهر له أن ينصرف، ويسقط عنه الرمي يوم الثالث عشر ويسقط عنه المبيت. فإذا غربت عليه الشمس وهو لم يخرج من منى لزمه المبيت والرمي. إذا يريد أخرج يتعجل أخرج من منى قبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس وهو في منى ولم يخرج لزمه المبيت. نعم. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس. نعم. ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا. نعم، هذا لأنه في زيارة العبادة، عبادة عمل صالح، ليلة مبيت في منى ورمي في اليوم الثالث عشر هذا أفضل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أراد أن يترخص فله أن يترخص ويخرج من منى قبل غروب الشمس اليوم الثاني عشر. نعم. كما قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال. نعم. ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. نعم، ارتحل قبل أن يصلي الظهر. كان عليه السلام يرمي ثم يذهب ويصلي في مكانه، يصلي في مكانه في منى، يكون الرمي بعد الزوال بعد الظهر والدعاء، ثم ينصرف ويصلي، ينصرف في مكانه. وفي اليوم الثالث عشر انصرف إلى المحصب، المحصب هو كان وادي، كان هو مكان العزيزية، من العزيزية إلى مكة كان وادي، فنزل فيه، كان الحجاج السابق ينزلون فيه مخيماتهم، وكذلك والنبي صلى الله عليه وسلم خيمة هناك في المحصب وبات فيها ليلة الثالث عشر، ليلة الرابع عشر بعد الرماة في اليوم الثالث عشر. نعم. وقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين، اليوم الأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فمن تعجل في يومين الحادي عشر والثاني عشر، ومن تأخر اليوم الثالث عشر. بعض الحجاج يغلط، يحسب من تعجل يومين يحسب منها يوم العيد، من تعجل يومين يوم العيد ويوم الحادي عشر، وينصرف يوم الحادي عشر، هذا خطأ. ومن تأخر بقي بيومين، فمن تعجل في يومين المراد بها أيام التشريق، لا يدخل يوم العيد، يوم العيد مهم من الأيام المعدودات. فمن تعجل في يومين رمى يومين الحادي عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه. نعم. ها؟ نعم. نعم. لا بد من تقوى الله، هذا معروف. نعم. نعم. مسألة في التوكيل والإنابة في الرمي. أولا: ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها، لحديث جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. نعم. الصبي العاجز يرمي عنه وليه، وكذلك إذا كان دون السبع فإنه يلبي عنه، يلبي عنه، ينوي عنه ويلبي عنه، ينوي عنه يلبي، يقول لبيك فلان، لبيك حج لبيك عن فلان، عن ابنه أو بنته. أما إذا كان من سبع فأكثر فإنه يلقنه، يقول لبيك، قل لبيك عمره، قل لبيك حج، ويطوف هو ويسعى هو، وما يعجز عنه ينوب عنه. الرمي إذا كان لا يستطيع يرمي عنه وليه. نعم. ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك، فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة. أعد سطرين. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه. فجاز يعني كبير السن والمريض والحامل وأشباههم لا يستطيعون الرمي، هؤلاء يوكلون من يرمي عنهم، نعم. فعلي جابر لبينا عن الصبان ورمينا عنهم، وهؤلاء والكبير السن والمريض لا يستطيعون، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فيوكلوا من يربي عنهم، فيربي الشخص عن نفسه ثم يربي عن موكله. نعم. فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك، فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة. نعم، يعني ما يريد أحد يطوف عنه ولا أحد يسعى عنه، وإن كان قال في بعض العلماء. نعم. لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كان نفلين لزمه إتمامهما، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. نعم، هذا من خصائص الحج والعمرة، أنه من أحرم بهما أو نفلا صار في حقه فرضا، مجرد ما يحرم يجب عليه يتم، وأتم الحج والعمرة لله، فإذا أخلى بشيء يجب عليه نكمله، ولو فسد الحج لزمه أن يقضيه ولو كان نفلا، كذا فسد في العمرة لزمه أن يقضيها ولو كان نفلا. هذا من خصائص إيش؟ الحج والعمرة. أما الصيام إذا صام تطوعا وأحب أن يفطر يفطر، ولا يلزمه القضاء. كذلك الصلاة على الصعيد القطع ما يلزمه. نعم. وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. نعم. إيش؟ وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. نعم. وزمن إيش؟ وزمن الطواف والسعي لا يفوت. نعم. الطواف وقت موسع، والسعي وقت موسع، أما الرمي وقت محدد أيام التشريق. نعم. فلذلك ينيب في الرمي ولا ينيب في الطواف والسعي. نعم. بخلاف زمن الرمي. نعم. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت. نعم. ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة. نعم، يعني العاجز يقف بعرفة ويقف مزدلفة. نعم، يأتي. نعم. بخلاف مباشرته للرمي. نعم، إنه لا يستطيع. نعم. ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره. نعم. والعبادات توقيفية، ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة. إلا بحجة. الشيخ رحمه قصده يرد على بعض الفقهاء الذين يقولون إذا كان الحج نافلا له أن ينيب أن يطوف عنه، له أن يسعى عنه، يقول هذا ما عليه دليل. الرمي يفوت وقته، والطواف والسعي لا يفوت وقته. الرمي ورد فيه النيابة عن السلف، قال جابر لبينا عن الصبيان، أما الطواف والسعي ما ورد. فقول بعض الفقهاء إن الحج إذا كان فريضة ما ينيب، وإذا كان نافلة ينيب عن من يطوف نفسه، لا ليس على ذلك كما. نعم. مسألة: ماذا يصنع الموكل بالرمي عند الرمي؟ ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه؟ افعل الأسئلة، افعل المسألة هذه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يرمي الحاج إذا وكله شخص بالرمي عنه؟ هل يبدأ بنفسه أم يرمي عن الموكل له؟ يبدأ بنفسه، يرمي عن نفسه 7 حصيات. ذهب بعض العلماء إلى أنه يرمي عن نفسه الجمرة الصغرى 7،
ثم يذهب إلى الوسطى ويرمي عن نفسه سبع، ثم يذهب إلى الجمرة العقبة ويرمي عن نفسه سبع، ثم يرجع مرة أخرى إلى الصغرى ويرمي عمن وكله سبع، ثم يذهب إلى الصغرى الوسطى ويرمي عما وكله سبع، ثم يذهب إلى العقبة ويرمي سبع، وإذا كان وكل شخص آخر يرجع مرة ثانية ويرمي الصغرى سبع عن ما وكله، والوسطى ثم الوسطى سبع، ثم وإذا وكل ثالث يعود. هذا قال في بعض العلماء، والشيخ رحمه الله قال إن هذا يعني هذا في مشقة وليس عليه دليل، والصواب أنه يربي الجمرة الصغرى عن نفسه سبعا، ثم يروي عن وكله سبعا، ثم يروي عن وكله الثاني سبعا، ثم الثالث، ثم يذهب إلى الوسطى ويرمي عن نفسه سبعا، ثم يروي عن وكله الأول سبعا، ثم يروي عن وكله الثاني سبعا، ثم الثالث، ثم العقبة كذلك. هكذا قرر الشيخ رحمه الله تعالى. نعم نعم والله الأول يعني في مشقة هو أحوط الأول، لكن هذا الشيخ يقول ما عليه دليل. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى ينتهي زمن الرمي؟ زمن الرمي يبدأ من الزوال وينتهي بغروب الشمس عند جمع من العلم من الحنابلة وغيرها، وذهب آخرون إلى أنه لا ينتهي إلا بطلوع الفجر، وهذا هو ما ذهب إليه ما أفتت به هيئة كبار العلماء بالأغلبية، أفتوا بأن رمي جمرة العقبة يبدأ من آخر الليل لمن لأصحاب الأعذار إلى الفجر من الليلة الثانية، ورمي جمرة الوسطى يبدأ من الزوال من الظهر يوم الحادي عشر إلى طلوع الفجر ليلة الثاني عشر، واليوم الثاني عشر يبدأ من زوال الشمس من الظهر إلى طلوع الفجر ليلة الثالث عشر، واليوم الثالث عشر يبدأ من زوال الشمس إلى غروب الشمس فقط، ما في رمي في الليل. إذا غربت الشمس في اليوم الثالث عشر انتهت أيام الرمي وأيام الذبح وأيام التشريق وأيام الحج بغروب الشمس يوم الثالث عشر. فعلى هذا لا يستطيع أن يرمي في الليل ليلة الحادي عشر لجمرة العقبة إذا لم يتمكن، ويرمي في اليوم ليلة الثالث عشر ليلة الثاني عشر على يوم الحادي عشر إلى طلوع الفجر، في اليوم الثاني عشر كذلك يستمر إلى طلوع الفجر. هكذا أفتت هيئة كبار العلماء بالأغلبية، وبعضهم منع من ذلك من الحنابلة وغيرهم وقالوا لا يرمي إلا إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فإنه لا يرمي، وإنما يرمي من الغد بعد الظهر، يرمي من الغد ويبدأ باليوم الذي فاته ثم اليوم الثاني. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: حلقت قبل العمرة ناسيا. حلقت قبل العمرة؟ حلقت قبل العمرة. كيف حلق قبل العمرة؟ قبل يحلم بالعمرة يعني؟ حلق قبل أن يعتمر. إيه هذا ناسي. مش ناسي ما تلبس العمرة الآن، ما تلبس حتى يكون ناسي. إذا كان قبل أن يحلم بالعمرة هذا غلط، ينبغي له أن لا يحلق بل يوفر شعره حتى يحلقه في العمرة. لماذا؟ نعم إيه ما عنده شعر يمر الموس عليه إن كان في شعر أخذه ولا. نعم يقول السائل: ما الدليل على قاعدة المثبت مقدم على النافي؟ المثبت مقدم على النافي. المثبت لأن الأصل عدم الوجوب، الأصل براءة الذمة، فالذي يوجب على الشيء يقول هذا الدليل، الأصل أصل براءة الذمة، هذا الأصل. فالنافي معه الأصل، فالمثبت قال هذا الدليل. نعم هذا هو السبب، إن الأصل براءة الذمة، أصل أن الذمة بريئة، فاللي يجب على الناس شيء يقول هذا الدليل. نعم أنت وجبت على الناس شيء وش دليلك؟ نعم يقول السائل: هل المبيت بمنى واجب أم يكفيه البقاء إلى آخر الليل؟ المبيت بمنى واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة أن لا يبيتوا، ورخص للعباس
أن يذهب إلى مكة من أجل استقالة نسخ الحجيج. والرخصة لا تكون من شيء واجب. والبيتوتة معناه ليس معناه معناه أن توجد على أرض منى أكثر من نصف الليل، هذا البيتوتة. فشوف مثلا الليل كم الليل مثلا إذا كان مثلا غروب الشمس مثلا الساعة 7 وغروب طلوع الفجر الساعة 5، اجمع شوف الساعات واقسمها نصفين، ولا بد تكون البيت أكثر من نصف الليل. إذا كانت 6 ساعات 6 ساعات لازم تزيد على 6 ساعات تبي، إذا كانت 5 ساعات 5 ساعات لازم تزيد على 5 ساعات وهكذا. وهذا يختلف باختلاف قصر الليل وطوله في الصيف والشتاء، في الليل في الشتاء الليل طويل وفي الصيف الليل قصير. هذا معنى البيتوتة، أن توجد على في أرض منى على أرض منى أكثر من نصف الليل، سواء تأخرت أول الليل أو آخر الليل ما يضر، إذا وجدت على أرض منى أكثر من نصف الليل. نعم هذا البيتوتة. نعم. يقول السائل: بعد لبس الإحرام حلقت لحيتي، فما حكم ذلك؟ عصيت ربك، عصيت ربك، ما يجوز حلق اللحية لا في الإحرام ولا في غيره. في الإحرام عصيت معصيتين، المعصية الأولى أنك عصيت ربك حلق اللحى، والنبي يقول: حفوا الشارب وأرخوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، وفروا، أرخوا، أرجوا، أعفوا. والمعصية الثانية أنك حلقت بعد الإحرام وأنت ممنوع من أخذ الشعر، معصيتان. المعصية الأولى حلق اللحى للحرام في الإحرام وفي غيره، والمعصية الثانية أنك أن المحرم لا يأخذ شيئا من شعره، وقد حلقت لحيتك فعصيت ربك. نعم عليه التوبة والاستغفار والندم، وعليه الفدية أيضا، وهو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام مع التوبة والاستغفار والندم. نعم. يقول السائل: نريد تلخيصا لصفة حج القارن. القارن والمفرد صفتهما واحدة، وهو أنه يلبي بالحج، يلبي القارن بالحج والعمرة من الميقات. إذا أتى حاج من الميقات، إذا أتى قادما إلى حد مر بأحد المواقيت، يغتسل وتنظف ويتطيب، ثم يلبي بالحج والعمرة جميعا. ثم إذا وصل ويكثر من التلبية، فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى، فهذا الطواف هذا طاف القدوم، هذا طاف سنة القدوم، والسعي هذا للحج والعمرة. ثم يطوف يوم العيد للحج والعمرة. طواف الإفاضة ما يجوز قبل يوم العيد، ما يجوز يوم العيد يطوف للحج والعمرة طواف واحد. والسعي يجوز أن يقدمه بعد طواف القدوم، يكون الطواف الأول الذي يقدمه بمكة هذا إيش سنة، ولكن يأتي بالسعي بعد طواف السنة لا مانع، ويبقى على إحرامه حتى يتحلل. جاء اليوم الثامن خرج إلى منى مع الناس، ثم يخرج إلى عرفة بيت منى ويرمي جمرة العقبة يوم العيد ويحلق رأسه، ثم يتحلل، ثم يطوف يرمي الجمار 3 أيام التشريق، ثم يطوف الإفاضة طوافا واحدا للحج والعمرة، كما أنه يسعى سعي واحد للحج والعمرة. السعي إن أحب أن يؤخر مع طواف الإفاضة يوم العيد فله ذلك، وإن أحب أن يقدم مع طواف القدوم فله ذلك. نعم. وكذلك وهكذا المفرد يعمل هكذا، إلا أن القارن عليه هدي يذبحه والمفرد ليس عليه هدي. نعم. يقول السائل: هل يجوز في يوم النحر أن يتعمد عدم الترتيب في الأعمال الأربعة طلبا للأيسر عليه والأسهل وتجنبا للزحام؟ نعم يجوز عند جمهور العلماء، لكن خالف السنة والأفضل، خالف السنة والأفضل. وأما عند الأحناف فيلزمك دم، الأحناف إذا لم ترتب يلزمونك بدم، يقول يجب أن ترتب، ترمي ثم تذبح ثم تحلق ثم تطوف وتسعى. فإن قدمت بعض على بعض متعمدا وحتى الأسير لزمك دم عند الأحناف، والجمهور يقول ليس بلازم، ما يلزمك شيء لأنه مستحب. نعم. يقول السائل: إذا تعسر المبيت في منى هل يجوز المبيت في العزيزية الجنوبية؟
إذا لم يجد مكانا فإنه يبيت مع الحجاج، يقول العلماء يبيت معهم، يكون بجوارهم، ينصب خيمته بجوارهم حتى يكون معهم في آخرهم، يكون معهم وليس له أن يذهب إلى مكان بعيد. نعم، هكذا قال العلماء، يعني يكون معهم، وإذا لم يستطع يفعل ما يستطيع لكن لا يذهب بعيد. نعم. يقول السائل: أنا عندي عمل ولا يتسنى لي الرمي إلا بعد المغرب أو في الليل، فهل يجزئ؟ سبق الكلام في هذا، سبق الكلام، وأنه يمتد الرمي في الليل عند جمع من أهل العلم، وحسب فتوى هيئة كبار العلماء بالأغلبية. نعم. وعند الحنابلة وجماعة أنه لا يرمى إلا أنه لا يرمى في الليل، وأنه وأن الرمي إلى غروب الشمس. نعم، لكن فتوى هيئة كبار العلماء بالأغلبية أن الرمي يمتد إلى طلوع الفجر. نعم. يقول السائل: ما الدليل على أن وقت الذبح يمتد إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق؟ الأدلة التي دلت على أن أيام التشريق هي أيام أكل وأيام، قال أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، وهذه من الذكر، الذبح في ذكر، فهذه الأدلة كلها أيام التشريق كلها حكمها واحد، هي أيام أكل وشرب وذبح ورمي وطواف وسعي، ولهذا قال: واذكروا الله في أيام معدودات. والذبح كان فيها ذكر التسمية والتكبير. نعم. يقول السائل: هل على أهل مكة هدي؟ بعض العلماء يقول أن أيام الذبح يومان بعد العيد، يوم العيد ويومان بعده. نعم. هل على إيش؟ هل على أهل مكة إيش؟ هل على أهل مكة هدي؟ لا، أهل مكة أول اللي في مكة يحرم بالحج، ما يحرم بالعمرة، لكن لو خرج خارج مكة، ذهب إلى الرياض أو إلى طائف المدينة ورجع محرما بعمرة ثم حج من عامه متمتع، لكن ليس عليه هدي. يقول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. لكن من هو أهل مكة؟ من هو أهل مكة؟ بعض الناس يسأل يقول: أنا أقمت 3 أيام أصير من أهل مكة، جلست 3 أيام. بعضهم قال: أنا جالس شهر أو شهرين. بعضهم قال: سنة أو سنتين، ولكن أنوي الذهاب إلى بلدي. يقول: لا، أهل مكة هو المستوطن الذي استوطن مكة ولا يريد الرجوع، انتقل انتقالا كليا، يعني تقرر وأصار من أهل البلد، يعني مثل أخذ الجنسية وأخذ من أهل البلد، هذا هو الذي سكن مكة. أما الشخص اللي يأتي للعمل أو للدراسة ولو طالت مدة يذهب إلى بلده ما يعتبر من أهل مكة، ولو جلس 2 أو 3 أو 4 أو 5 ما يعتبر من أهل مكة. المكة اللي جلس وأهله معه واستوطن مكة ولا يريد الخروج منها، هذا هو أهل مكة. ذلك لمن يكون حاضر المسجد الحرام، أهله حاضر المسجد الحرام. أما اللي أهله في بلده أو حتى جاء أهله معه لكن يريدون أن يذهبون، أن يذهب إلى بلده بعد سنة أو سنتين، ما يعتبر من أهل مكة. نعم. يقول السائل: الصغير ما فوق سن 10 سواء ذكرا أو أنثى إذا بلغ أثناء أداء مناسك الحج، هل يسقط عنه حجة الإسلام؟ نعم. يقول العلماء: إذا احتلم الصبي مثلا قبل الوقوف بعرفة فإنه ثم وقف بعرفة يجزي عن حجة الإسلام. لو نام مثلا في الضحى يوم عرفة ثم احتلم الصبي، عرف أنه بلغ، في هذه الحالة يكون أدى الفرض. أما إذا كان بلغ بعد الوقوف بعرفة تكون حجة هذه لا تجزي عن حجة الإسلام. نعم. يقول السائل: أتيت من مصر بنية الحج والعمرة في رمضان، وعملت عمرة، وبعد انتهاء رمضان ذهبت لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. في المدينة. نعم، الزيارة تكون للمسجد، النية للمسجد أو زيارة للمسجد، ثم تزور
تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه. نعم. وبعد ذلك عدت إلى مكة لانتظار الحج، فما الواجب علي؟ يعني أنت متمتع، إذا حجت من عامك فأنت تكون متمتع، لأنك أنت بعمرة وحج في سفرة واحدة. نعم، فأنت تكون متمتع، عليك هدي، عليك هدي تذبحه يوم العيد. نعم. يقول السائل: وجدت 100 ريال مرمية على الأرض في أحد الأبراج، ماذا أفعل بها؟ تعرفها. النبي قال في مكة: لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، يعني معرف، تعرفها مدى الدهر، ما تملك، بخلاف اللقطة في غير مكة تعرفها سنة وتضبط أوصافها، فإذا عرفتها سنة ولم يأتي صاحبها فيتكون لك مع ضبط الأوصاف، فإن جاء صاحبه يوم وعرف الأوصاف تعطيه. أما لقطة مكة لا تأخذها، وإن أخذتها فعليك أن تعرفها لمدة سنة، تعرفها لمدة العمر، حياتك كلها مدى الدهر. ولكن يوجد هنا مكتب لأخذ تقبل المفقودات، يوجد عند الصفا مكتب تسلمه المفقودات وحتى تبرأ ذمك منها. أما إذا لم تسلمه فإنه يجب عليك أن تعرفها مدى الدهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد.